محمد معاه من مصر اهلا يا فندم. ست ام محمد معانا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاجه، كل عام وانت بخير. كل عام وانت طيب يا حبيبي، وحشني. الله يخليك، تسلمي يا رب. عامله ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. انا كنت في العمره بقى ودعت لكم، قلت لي الحمد لله ربنا يديكم الحمد لله على السلامه. ربنا يتقبل يا ستي، الحمد لله على السلامه يا رب. منا ومنكم يا قلبي. اتبسطتي هناك؟ الحمد لله يا حبيبي. انا عايزه اقول لك بس على المثل اللي انت بتقوله ده. أيوه. كل شيء مشبه له حتى الحمار واللي انيه. ما هو مش بعيد عن السيف. بقول لك انت ايوه، فهو مش هيجيب حد بعيد عنه، يعني هيجيب حد شبهه بالظبط، واخد بالك انت؟ هيجيب واحد حرامي زيه، هيجيب واحد مجرم زيه، هيجيب واحد قاتل زيه. طب استني بس يا ام محمد، ان شاء الله هيبقوا شبه بعض ان شاء الله. ما تاخدناش دوكا كده يا ام محمد، قولي لي انت لما وقفتي قدام الكعبه كده ورفعت ايدك لربنا، دعيتي وقلت ايه؟ دي قلت ربنا يكتب لكم الخير من حيث ما تعلموه، ويبعد عنكم كل شر وكل وحش يا رب. ربنا يتقبل. أيوة الله. ودعيتي للسيسي قلت ايه بقى؟ وقولي يبعد عنكم كل كرب وحش، ويبعد عنكم انصار السيسي. دعيتي للسيسي قلت ايه؟ قلت انتقم منه في الدنيا وفي الاخره، في كل سجده بسجد. طب ودعيتي لمصر؟ أيوة بقى، دعيتي لمصر واهلها الطيبين قلت ايه؟ قلت ربنا ينقذها من ايده يا رب. اي أيوة والله، قلت ربنا ينقذ مصر من ايد المجرم يا رب. اكتر من كده ما بقى اقول. 21 يوم في كل سجده بسجدها كنت بقول ينتقم منه وانقذ مصر منه يا رب. كل سنه طيبه يا محمد، رمضان كريم. وحشتوني يا حبيبي، وكل سنه وانتم طيبين وربنا يخليك. الله يسلمك يا رب. تسلمي يا ام محمد، ربنا يبارك في عمرك وسلمنا على حبايبك كلهم.